يعني الواحد نفسه ينام هون في باب العمود وبالأقصى تحت، يعني إشي بيشرح القلب صلاة النبي. أمنيتي والله لعيد الفطر يعني إنه هالبلاد تضل سالمة غانمة وترجع الحياة لطبيعتها، واستقبالنا للعيد يعني صراحة استقبال حزين نوعا ما على الأحداث اللي بتصير، على الأمور اللي بتصير، والله يعني جملها بالسكر زي ما بقول. سنتعرف على أحد المصلين الذين وصلوا اليوم لمدينة القدس ولأول مرة يدخل مدينة القدس ويصل إليها. السلام عليكم ويعطيك العافية. السلام ورحمة الله. عرفنا بنفسك كيف؟ مجد الطل، مجد الطل من الظهرية. أنت أول مرة تصل مدينة القدس؟ نعم، هاي أول مرة أدخل مدينة القدس. احكي لي عن هاي التفاصيل، احكي لي ليش ما... ليش ليش اليوم بس لأول مرة؟ ليه ما سمح لك تدخل فرصة من قبل مدينة القدس وكيف لقي الأجواء؟ طبعاً بسبب الأوضاع الموجودة، يعني ما في تسريح، ما في تدخل بسهولة. طبعا دخول الاقصى فرحه وطمانينه صراحه مش طبيعيه، حسيت فيها للامان لما دخلت بتحس بطمانينه وبهدوء وبسكينه. وبالنهايه بنتمنى انه ربنا يعني يهدي بالنا وبالكم ويفرجها على جميع المسلمين ويشفي. عندي ولد صغير، ربنا يشفي لي اياه يا ربي ويعافيه، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. مجرد ما تدخل بوابات المسجد الاقصى تشعر بالارتباط مع السماء، يعني تشعر انه انت في مكان مقدس، يعني فعلا شعور جميل جدا، ويعني ان شاء الله بندخله وهو محرر باذن الله. احكي لنا عن تاثر صديقك كمان، كيف شفت تاثره اول ما دخل المسجد الاقصى؟ والله انا يمكن صورته لما بكى، كان رغم انه احنا داخلين ما كانت يعني تقول هالمشاعر، يعني احنا رايحين نصلي، لكن مجرد ما دخل وشاف قبه الصخره كان يعني مشاعر جياشه، ويعني الحمد لله رب العالمين. الله يطعمها يا ربي لكل فلسطيني وكل مسلم ان شاء الله. الله يسعدك يا رب، شكرا لكم، حياكم الله. يعني ختاما بس سؤال، يعني المخاوف اللي كنا نشوفها او المواجهات كانت تصير بالقدس بالمسجد الاقصى المبارك، هل كانت تخوفكم انكم تيجوا على مدينه القدس؟ بالتاكيد لا، يعني الرباط، يعني انا لما دخلت المسجد الاقصى فوجئت بناس منذ 10 و15 يوم مرابطين في المسجد الاقصى، كنت اخبطهم يعني على الوضع اللي هم فيه. احنا تصريحنا ما بسمح بالمبيت وما إلى ذلك، يعني محدد من إلى، ولكن نيالهم، يعني أقدر أختصرها بنيالهم، يعني بالرباط في المسجد الأقصى، ويعني هو بوابة السماء. طبعا هذه أميت كل بني آدم يعني بعز القدس وبحب القدس ورجاء للقدس، يعني إن شاء الله الله يقدرنا وترجع القدس لنا، يعني ونتوحد وحدة كاملة، نكون يعني نيجي منضحي نعبر ثرى المعابر ومع هاليهود، بس إن شاء الله تكون صوت واحد وأمة واحدة على أساس رجع الصخرة لنا. بتمنى أنهم كلهم يزوروا الأقصى ويجوا يصلوا هون ويكون محرر إن شاء الله. اللي ما جاش على القدس فات عليه شيء كثير، هذا بس بحب أحكي، يعني لازم الكل يجي على القدس لأنه فرحة صراحة جميلة ومكان جميل، وصحيح اللي ما جاش على القدس فوت شيء كثير.